لا، هو جلسات اليوم مهمة جدا، يعني مثلا أتكلم على المحور السياسي تحديدا، من أني لابد من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب. يمكن بعض الناس بتتساءل، طب أنا أزود العدد ليه؟ لا، هو احنا ده الأمر مش بمزاجنا. الدستور المصري بيتحدث على أني لابد أن يتناسب عدد أعضاء مجلس النواب مع الزيادة السكانية ويتناسب مع السكان، وبالتالي احنا بنحتاج ان كلما زاد عدد السكان كلما زادت عدد اعضاء مجلس النواب. النهارده بنناقش ثلاث حاجات مهمه جدا في لجنه مباشر الحقوق السياسيه، زياده اعضاء مجلس النواب، وده يعني رغم كل المقترحات اللي قدمت في الاساس مرتبط بعدد من يحق ليهم الانتخاب، عدد اصوات الناخبين سواء في النطاق الجغرافي الخاص بالدايره او المحافظه. في الحقيقه الجلستين مهمتين، يهموا الراي العام، قضيه تداول قانون تداول الحريات، الدستور 2014 نص عليه، الماده 68 نصت بوضوح شديد جدا، وبات من المهم اصدار هذا القانون. هذا القانون قانون يساعد في التقدم نحو الأمام، يمنع الشائعات، يمنع التربص، أو يحد يضع ضوابط على الأقل لمحاولات التربص التي تحيط بالدولة المصرية. طبعا دي موضوعات مهمة من موضوعات المحور السياسي وهي تفصيلية. طبعا كان في نقاش داير حوالين عدد النواب في سواء مجلس الشيوخ او في البرلمان. طبعا ده مرتبط بالزياده السكانيه اللي حصلت في مصر والمدن الجديده، فكان في فلسفتين او رؤيتين، رؤيه بتقول نبقي على الاعداد زي ما هي وممكن نقللها كمان لبرلمان اكثر فعاليه، ولا احنا بالنسبه لنا مع زياده عدد السكان والمدن الجديده محتاجين نزود. الرئيس السيسي احدث حراك واسع بدعوته للحوار الوطني، واكثر ملعب واكثر كره في ملعب الاحزاب السياسيه والنقابات المهنية والعمالية أو ممثلي المجتمع المدني، وجعلهم كلهم أمام مسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا الوطن. مصر بلد كبير، مصر محتاجة حياة سياسية حزبية تعددية طليقة بصاحبة أقدم حكومة مركزية في التاريخ. لذلك الحوار برغم أنه استمر سنة من التجهيزات التنظيمية لأنه أتى ثماره. النقاشات دايما بتبقى ما بين طرفي، طرف يؤيد ان احنا نزود الاعضاء وطرف يقول لا هو شايف عدد الاعضاء مناسب. هو ده محور النقاش. احنا في الحقيقه مع وجهه النظر اللي بتقول احنا عايزين نزود الاعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، وده مش بنقوله من فراغ، احنا بنقوله من خلال التنميه العمرانيه المستدامه اللي تمت في مصر خلال السنوات السابقه. لعضو مجلس النواب طبعا ان هو يتفرغ لعدود مجلس النواب من خلال ممارستنا للحياه السياسيه والدور التشريعي اللي احنا يعني تقريبا قعدنا فيه فتره كبيره جدا جوه المجلس. انا يعني من رايي المتواضع ان هو لازم عضو مجلس النواب يكون متفرغ لدائرته. ليه؟ احنا الدائره النهارده بتعدي يعني مش الاصوات بس، يعني بتكلم على عدد اعضاء، عدد الناس اللي في الدائره كلهم. الحوار الوطني هو حاله يعني مجتمعيه وسياسيه مطلوبه وملحه، وهو أيضا يعكس ضرورة سياسية معينة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وأيضا أتصور أنه اقتراب سياسي ذكي جدا لأنه هيؤدي إلى أن يجمع كل أطراف العمل السياسي والاجتماعي والثقافي في مصر على مائدة واحدة. وكما رأيت فإنه الأسقف عالية، وبالتالي من الممكن جدا أن نخرج بمجموعة من الأفكار ومن مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير سياسي حقيقي.